بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحاج رئيس جمعية الحاج بن عاشر بن الحاج قاسم للتنمية المستدامة. أولا كنرحبوا بالقناة اللي تحتنا الفرصة للتعبير على الموقف والظروف اللي عانينا منها في جراء النزعة الملكية حسب مديرية المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة. على الأساس خدتنا الأراضي ديالنا بناء على رسم عقاري 3064 وعلى الشياع على حسب الأقوال ديالهم هما، قال لك عندهم النزعة الملكية، حنا ما شفنا حتى حاجة من هذا الشيء، ونسات بأن هذه النزعة الملكية هذه 3064 كتحتوي على جوج القطاع، وحدة في القواس فيها أكثر من 150 ألف متر مربع، والثانية هي اللي حنا فوق منها فوق 135 ألف متر مربع. ولحد الساعة ما شفنا حتى شي حاجة، رغم أن وزعوا هذيك الرسم العقاري اللي عطاو الورثة في الأول 38950 على إير، وزعوا 38951 952 953 حتى 59، وفي الأخير الغاو هذاك 38950 ودمجوه في الرسم العقاري ديال أملاك الدولة اللي هو 39375. وسبق لنا هضرنا في هذا الموضوع وشرنا النقاط كثيرة في هذا المجال هذا، ولكن لحد الساعة لحد ما اتصل بنا أو لا تواصل معنا باش نعرفوا الجديد في الملف، واضطرينا نديروا هذه الوقفة الجديدة على أساس بأن نحيوا هذا الموضوع هذا، ونطلبوا الله وناشدنا صاحب الجلالة نصره الله باش يتدخل ويطلب تحقيق في هذا الموضوع بطلب رسمي، لأن هو المسؤول الأول هو الملك ديالنا نصره الله. بغينا احنا غير حقنا، احنا ما بغينا حتى شي حاجه زايده من هذه المسائل، ونطلبوا الله التوفيق وعلى المسؤولين ان شاء الله يتحملوا المسؤوليه ويساعدونا في هذا الموضوع. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ديالي يا وليدي احنا من ولاد الحاج قاسم، وعندنا الارض ديالنا وداوها لينا، هي دوال القرعه خداوه لينا ما عطاونا والو، ريبوا لينا دارنا ما عطاونا والو، خرجوا سدوها لينا وخلاوها باقا الدار خاويه، دوزوا لينا فيها الطريق في النص وما عطاونا حتى شي حاجه ما استفدناها. ودابا تنطلبوا الله والمسؤولين هما يشوفوا من حالتنا ويعطيونا رزقنا ناكلوا، ما حدنا حيين، بغينا رزقنا ناكلوا ولدي ما حدنا حيين. وتنطلبوا الله والمالك هما هو حتى هو يشوف يدير بينا ويرفد بينا ويشوف يدوي معنا على رزقنا، يدوي لينا على رزقنا. الله يرحم الوالدين يشوفوا من حالنا، الله يهديهم علينا، الله يهديهم علينا. والسلام عليكم أوليدي. السلام عليكم. معكم الورثة ديال الحاج قاسم. حنا تنطلبوا بالحقوق ديالنا إلا كان شي حق، وتنطلبوا من سيدنا يشوف من حالنا. حنا راه مضرين هذه سنين، حنا بغينا غير نعرفوا الوضعية، الوضعية فين كاينة باش حتى حنا نشوفوا شنو كاين. هذا هو المطلب ديالنا، تنطلبوا كذلك تنطلبوا من السلطات اللي مكلفة باش تشوف هذا الملف هذا. راه طال الامد، الله يجزيكم بخير والله ينصر سيدنا.